أصدر الوزير الأول عبد العزيز جراد تعليمة إلى وزرائي الشؤون الخارجية الداخلية والجماعة المحلية وكذا الأشغال العمومية والنقل بهدف الشروع في عملية إجلاء المواطنين العالقين بالخارج. ودعا الوزير الأول في تعليمته المواطنين العالقين والحائزين على تذاكر العودة إلى الجزائر إلى القيام من الآن بتسجيل أنفسهم على مواقع الأنترنت الخاصة بالوزارة المعنية من خلال تقديم كل المعلومات المطلوبة قصد إحصائهم والاتصال بهم. وأشارت التعليمة إلى أن تاريخ التسجيل على المواقع سالفة الذكر قد حدد بيوم الخميس 23 أفريل الجاري كأقصى أجل، الأمر الذي سيسمح عقب ذلك بتعبئة الأسطول الجوي والبحري لتجسيد عملية الإجلاء الهامة المذكورة. كما ذكرت التعليم المواطنين الذين سيتم إجلاؤهم أنهم سيخضعون للتدابير الوقائية الخاصة بالحجر الصحي على مستوى هياكل أحصيت لهذا الغرض، حيث سيتم ضمان متابعتهم الطبية.